اوبشن الاسكواش يعني لعبه صعبه ولعبه التنافس فيها من اصعب الالعاب. انت عندك تحت 11 تحت 13 تحت 15 وتحت 17 وتحت 19 اعمار سنيه كتيره، ولاد وبنات، منافسات لا تنقطع، كل الانديه بتنافس بشراسه. يعني دينا كده ابرز النتائج السنه دي ايه واللي حققناها سواء على المستوى المحلي او على المستوى الدولي. والله بص حضرتك، انا حابب اقول ان السنه دي كان موسم استثنائي بالنسبه لنا جدا، لان احنا كنا ماسكين بقالنا فتره قليله، واول ما ابتدينا كده قابلنا طبعا شويه صعوبات في الاول من حجم الشغل اللي كان علينا، ان هو لازم يتبذل في وقت قصير. بس الحمد لله بصراحه الجهاز كله بلا استثناء، يعني فعلا زي ما بنقول على قلب رجل واحد، كله اشتغل يعني على اعلى مستوى، فعلا طلع احسن من اللي عنده بكتير. يعني والله من الحاجات المهمة جدا اللي احنا اتعلمناها برضو في النادي الاهلي، ان كل واحد بيطلع اقصى حاجة عنده، وبعد كده بتسيب النتيجة على ربنا. وده اكتر مثل حصل السنة دي، يعني من السنين فعلا الصعبة اللي انا شفتها. انا بقالي 27 سنة بلعب في النادي الاهلي، انت لاعب، انا كنت عايز اقول ان انت لاعب في النادي الاهلي. والسنة دي فعلا كانت صعبة، وفضل من ربنا كبير جدا، وبدعم طبعا مجلس الادارة اللي بيساندونا دايما في كل حاجة بصراحة. يعني ما فيش طلب، حتى لو بيتعمل لنا شويه حاجات بسيطه كده زياده بيحاولوا يقفوا جنبنا على قد ما يقدروا بصراحه. فالموسم كان صعب، عملنا نتائج مش عايز اقول لك ان انا نفسي ما كنتش متوقعها. احسن خلي بالك، احسن بس بكتير هقول لك على حاجه، ده مؤشر مش وحش بصراحه. ان انت لا ايه، لا يعني ان انت دايما بتشتغل وما انتش باصص للنتيجه، ده مؤشر ان انت كنت شغال كويس والله، يعني بفضل الله سبحانه وتعالى. فعلا شغالين 100%، ومش في دماغي اي حاجه غير ان احنا نحاول نحسن، يعني نوصل لاحسن حاجه. بس الاهلي دايما مصعبه علينا، احنا ما بنعرفش غير على نمره واحد طبعا طبعا. فده يعني انت طبعا حتى لو خدت نمره اتنين انت مش كويس، مش كويس يعني احنا عشان نبقى قاعدين مع حضرتك. صحيح يعني صحيح. لا، فده اللي احنا فعلا لو اتعودنا احنا عليه في حسبناها النادي. بالتاني والتالت فعندنا منه لا كتير، لا ان احنا صعب دايما قوي. بندور على النقطه دي. فان احنا نخش بطوله الجمهوريه نطلع الحمد لله بحوالي 8 او 9 مراكز، ما شاء الله واللاعبين مثلا مشاركين في بطوله بريتش اوبن تعدد زي بطوله عالم، مسافرين فيها من 4 أو 5 لعيبه من النادي الاهلي. يعني لو انا بس ما كانش ذاكره شويه ممكن 6 لعيبه كمان، فده كان عدد كبير جدا. انت بتطلع من على عندك مراحل سنيه مختلفه. طبعا على مراحل سنيه مختلفه، تطلع 6 7 لعيبه من عندك في النادي بيلعبوا رايحين بطوله بريتش عالم، اوبن. يس فدي حاجه طبعا قويه جدا الحمد لله. فده توفيق من عند ربنا كبير جدا، وبصراحه ما فيش حد اثر في الجهاز الفني كله. يعني ما ينفعش انا اعمل ده لوحدي، صحيح ده طبعا. فعلا كلنا اشتغلنا مع بعض، كله طلع احسن حاجه عنده، ما بخلناش باي مجهود. فلا الحمد لله ربنا كرمنا جدا، حتى في بطوله الجمهوريه الاخيره في السيزون المراكز واخدين حوالي 3 أو 4 مراكز، اول 2 تاني 1 تالت 1 رابع. لا الحمد لله النتائج كانت احسن بكتير ما كنا نتخيل الحمد لله. خليني اقول لك، انت برضو رجل المهام الصعبه، اللي انت جيت بطلت فتره ورجعت لعبت تاني فتره، حصل ولعبت ووصلت لمرحله كويسه في اللعب، وبعد كده رجعت الحمد تاني لله. للتدريب. فانت دايما بتحب الميشنز اللي بيبقى فيها صعوبه بيبقى شويه. فيها شويه كومبيتيشن كده، بتحب انت الموضوع ده ده. اللي احنا دايما والله فعلا متعودين عليه. والجميله كابتن اللعيبه بتحبك، يعني انت عارف انا مش غريب على نقطه السكواش طبعا، انا عارف طبعا. واللعيبه بتحبك، يعني انا شايف اللعيبه بتحبك وتحترمك في نفس الوقت، يعني فدي ميزه ربنا سبحانه وتعالى يعني هقول انعم لك الله على بيها. حاجه، يعني احنا ما شفناش الكبار في النادي الاهلي بيعاملونا بطريقه وحشه، صحيح، فعمرنا ما بنعامل حد بطريقه وحشه، يعني ما لا تعودناش على ده في النادي. لا. دايما الكبير بيحترم الصغير، والصغير بيحترم الكبير، ما بتبخلش على حد بمعلومه، لو عارف تساعد حد بتساعده. يعني فايه اللي هيخلي في روح وحشه؟ فدايما الدنيا كلها كلير في النادي، كل حاجه واضحه، ففعلا ما حدش متضايق من حد. حتى انا معايا ان شاء الله النهارده هقدمهم لحضرتك برده، فاروق وحمزه، هو اول وثاني 15 سنه، الماتش خلصان 3-2 11-9، شوف الروح، يا يعني فرق بوينت ولا 2 بوينت، شوف الروح اللي بينهم بره، ضحك والهزار وال رغم ان جوه الملعب لا لا مقطعين بعض سكواش، لا ده موتين بعض بس طبعا. بره ما شاء لا الله حاجه جميله جدا، الله ينور والحمد عليك. لله. يعني ده اللي انا اتربيت عليه في النادي، فده اللي انا بحاول انقله ليهم، يعني مش حاجه انا بعملها من عندي. لا ده لا حاجه لا جميله ونتائج تستحق ان احنا نحتفل بيكم النهارده ربنا ونكرمكم. يخليها لحضرتك. طب خلينا بقى نروح لاعب لاعب كده يا كابتن، اتفضل. 13 خلينا نروح لعلي. علي انت طبعا